مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي السوري السيد صالح فاضل. اهلا بكم سيد صالح. بدايه، منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه بدمشق تحاول الوصول الى دوما، هل تعتقد ان لجنه التحقيق ستواجه عقبات في مهامها، لا سيما بعد ان قرار روسيا بادانه الضربه الغربيه قوبل بالرفض في مجلس الامن؟ حقيقه هذا الامر لا يقدم ولا يؤخر. اذا كانوا يبحثون عن الجرائم، جرائم النظام وإثبات وحشية النظام، وحشية النظام مثبتة سابقا بهجمات كيماوية، إن كانوا يبحثون عن قضية الكيماوي وكانت مجزرة خان شيخون بعد ما يسمى بإزالة الترسانة العسكرية الكيماوية السورية، وحصلت العشرات من المجازر الكيماوية، منها ما نشر بشكل واسع على الإعلام منهم لم ينشر، مليون شهيد، نصف الشعب المشرد. نعم، يستطيعون أن يذهبوا، وأين أقمارهم الصناعية؟ أين جواسيسهم؟ CIA تعتبر من أكبر الاستخبارات العالمية قوة، يمتلكون كافة الأدلة. لكن عندما انتشر موضوع المجزرة عالميا، هنا اضطر ما يسمى بالنظام الدولي ليأخذ موقفا شكليا هزيلا عبر مسرحية حقيقة فهمناها تماما، والرسالة وصلت أنهم لن يضحوا بهذا النظام بسهولة. النظام ما زال بمعشعش في العقلية الأمريكية والعقلية الإسرائيلية وعقلية أوروبا كلها، النظام ما زال مدعوما من أمريكا نفسها. سيد صالح، المعارضة السورية قالت إن الضربة العسكرية مهمة لتقويض نظام الأسد، يعني ألا ترى بأن هناك مبالغة بالتهليل من قبل المعارضة لضربة اعتبرتها الولايات المتحدة بصحفها أنها لم تكن ذات تأثير؟ لا شك، يعني ال 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 الإنسان عندما يفلس، أحيانا عندما يفلس من الإنجازات يتمسك بإنجازات غيره، هذه حال المعارضة السورية المفككة أصلا، والتي لن تحقق أي إنجاز إلا بتوحدها عبر هدف واحد. أستاذي الكريم، الواضح وبالتصريحات الأمريكية وبالتصريحات السورية والروسية، لم يكن هناك ضحايا عسكريين في هذه الهجمة. هذا ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أخبرت النظام السوري وأخبرت روسيا بهذه الضربة المسرحية التمثيلية الكبرى على الشعب السوري، ولذلك لم تقع حتى ضحايا إلا محدودة جدا. يعني لو كانت معركة بالسكاكين لوقعت ضحايا أكثر من ذلك. يبدو أن النظام قد تم إبلاغه وقد أزيلت المعدات وترك العسكريون مواقعهم، فهذه حقيقة مسرحية. وأخشى ما أخشى، وأتمنى أن أكون مخطئا، أنهم يعيدون إنتاج النظام إن كان بشخصية بشار الأسد أو بشخصية قذرة أخرى أمثال بشار الأسد، ليكونوا حراس أمناء على المصالح الغربية والإسرائيلية في المنطقة. سيد صالح، أنباء عن غارات مجهولة استهدفت مواقع للنظام بحلب ودير الزور، هل من معلومات أكثر عن هذه الأنباء؟ الواقع يعني شهود العيان، نعم، شاهدوا طيرانا في الجو وهو الذي قصف هذه المناطق، وهذه قضية مؤكدة. تعلم أن الإسرائيليون يعانون من العقدة الأمنية، يعني لو أمريكا والعالم كله أعطاهم طمأنينة أن إيران صديقتكم وإيران هي بتحبكم وإيران هي أصلا يعني السياسة العالمية ممنهجة بتنسيق كبير بين إيران وإسرائيل والمجتمع الغربي، ما يسمى بالثورة الإسلامية هي ثورة أمريكية بامتياز، وهذا الذي جعلها تنسق مع حافظ أسد العلماني وهن بيقولوا ثورة إسلامية. الحقيقة هذه خنجر مسموم، وأنا لست طائفيا، خنجر مسموم في ظهري الطائفة السنية أو الدين الإسلامي السني. حقيقة هذه واضح أنها مؤامرة غربية إيرانية، ونحن إذا بدنا نقول والله نحن يعني معشش في ذهننا هذا الموضوع، موضوع المؤامرة. لكن أنا أريد وعبر شاشتكم أن أسأل، كم كان التحالف الدولي وحشيا وهمجيا بقصف المدنيين في الرقة والميادين ودير الزور وغيرها في حج داعش، وكم كان رحيما جدا بقصف مواقع العسكرية للنظام بحجة الكيماوي. هنا رحمة وهناك وحشية، وكل هذا الأمر يقول لا يوجد مؤامرة. الواضح أنهم أعلموهم بتفريغ المكان من العسكريين وغيرهم. إنهم حقيقة إنهم أعداء هذه الأمة،
أعداؤه، إنها حرب طائفية يشنها الغرب بالتعاون مع إيران الطائفية ضد هذه الأمة، ولكن الأمة لا بد أن تقوم ولا بد أن تنهض ولا بد أن يعوا حكامها أيضا أن المؤامرة ستطال رؤوسهم أيضا إن بقوا متماهين مع هذا المجتمع الغربي ومع روسيا في دفع الكلفة هنا وهناك. والشعب السوري كل يوم يقدم أنهارا من الدماء، أنهارا من الدماء، فليستحي هؤلاء الذين يعقدون قمتهم الآن على أنفسهم ويعلنوها صراحة أنه لا بد من إزالة بشار الأسد المجرم، وأن سوريا تحولت إلى مستعمرة إرهابية برعاية غربية. كفاكم يا غرب، فليقولوا قولتهم الواضحة، كفاكم يا غرب بدعم الإرهاب المتمثل ببشار الأسد، بل أكثر من ذلك أن داعش وجميع المنظمات المتطرفة هي منظمات استخبارية غربية إيرانية أسدية بامتياز. نعم. هذا ندائي إلى الأمة العربية لتقول كلمتها، وإلا فليرحلوا عنا ولنخلص منهم كما سنخلص بشار الأسد. شكرا جزيلا سيد صالح فاضل المحلل السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.